الخطاب واضح، فما معناها الناخبين اصواتهم منقسم على اثنين، اللي باش صوتوا للنهضه هذوكم ربي باش يرضى عليهم، وفما تلويح لمفاتيح الجنه معناها عن بعد، وفما ناس اخرى اللي بيصوتوا بالذات المراه كيفي معناها هذوكم راهم باش يراكموا ذنوب وباش يغضب عليهم ربي. نسبه 40 ولا 45% من 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 100% معناها هذا شيء خوف. انا اللي خايفه منه كوني نطلع انا غالطه في الشعب التونسي، مش عامل مسرحيه بالحق باش نقول لهم من انتم. الشعب هذايا اليوم قال لك معناها كانوا حاجته بالخبز. انا تضحك الحكايه يعني ما عيناش باش تونس تولي كراكوز. مش مسموح لنا اليوم كونا ننعتوا هالشعب اللي صوت للنهضه بابشع النعوت. احنا ناس من اول زمان نخدموا في توجه واضح ومش باش نبدلوا. معناها العنصر الحداثة في السينما هو عنصر ضروري. أنا وليت شاكة في الشعب، ما عادش شاكة في السلطة. مانيش مسلحين عقلانيا، مانيش مسلحين ثقافيا حتى ندافع على على أنفسنا. الإنسان الجيعان كي تقول له بربي تحب تاكل ولا تحب الحرية يقول لك إيش معناها الحرية.